السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم إلى الاشتراك في قناة مستر مهيب فؤاد ليصلك كل جديد، واحدة من القنوات التقنية على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، رب كلكم بألف خير. معكم المهندس مهيب فؤاد من اليمن. هل تريد أن تكتب أي نص كان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية عن طريق الصوت؟ فإذا كان الموضوع يهمك فابقوا معي. طبعا في البداية أدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كذلك لا تنسى من زيارة موقع أكاديمية المهندس مهيب تقنية المعلومات، كذلك لا تنسى عمل لايك لصفحتي على الفيسبوك ليصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا ميزة جديدة ظهرت في التحديثات الأخيرة في جوجل، وهو يمكنك أن تقوم بكتابة أي نص تريده كان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية عن طريق الصوت. في البداية لابد أن تقوم بتحميل جوجل كروم. طبعا هذه التحديث أو هذه الميزة لا تشتغل إلا على الجوجل كروم، لابد أن تقوم بتحميل جوجل كروم آخر إصدار. بحط لك رابط الموقع لتحميل جوجل كروم آخر إصدار في وصف هذا الفيديو. الأمر الثاني، لابد أن يكون عندك حساب جيميل، لازم تدخل على حسابك في الجيميل من أجل أن تشتغل معك هذه الطريقة. أوكي، إذا كان عندك حساب جيميل ادخل على حسابك في الجيميل، إذا كان لم تمتلك أي حساب جيميل قم بإنشاء حساب جيميل. ثالث شيء، بحط لك رابط هذا الموقع في الديسكريبشن وهو docs.google.com. أوكي، طبعا إذا كانت عندك الواجهة باللغة العربية فعندك هذا الخيار، لاحظ هذا الخيار إنشاء مستند جديد، تضغط على إنشاء مستند جديد. ميزة رهيبة جدا، تختصر لك الوقت في الكتابة. أوكي، تنفتح عندك هذه المستند، تذهب إلى أدوات، عندك الكتابة بالصوت. أوكي، يظهر لك عندك الميكروفون. أوكي، عندك اللغة، اللغة التي أريد أن أكتب فيها أي لغة كانت. اوكي، عندك طبعا يجيب لك باللكنات، يمكن العربية الامارات العربية البحرين، بس نحن بنختار العربية. اوكي، نحن بنختار العربية، اللغة العربية. تضغط على هذا الميكروفون، لاحظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم المهندس مهيب فؤاد من اليمن. في البداية أرحب بكم في أكاديمية المهندس مهيب لتقنية المعلومات، رابط الأكاديمية أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن، كذلك لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كذلك لا تنسى من زيارة صفحتي على الفيسبوك والضغط على زر أعجبني ليصلك كل جديد. أوكي، لاحظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم المهندس مهيب. طبعا هنا يعني عمل في بعض كلمات يعني ممكن أن تتعدلها عادي. من اليمن، في البداية نرحب بكم في أكاديمية المهندس مهيب، رابط الأكاديمية أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن، كذلك لا تنسى، لاحظ، كتب، قام بالكتابة عن طريق الصوت. أوكي، طبعا ميزة رهيبة جدا. كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم، وصوم مقبول، وذنب مغفور بإذن الله تعالى. لاحظوا، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، صوم مقبول، وذنب مغفور بإذن الله تعالى. أوكي، طبعا ميزة رهيبة جدا. طيب حاليا بنحاول نكتب في اللغة الإنجليزية، أذهب للغة الإنجليزية واختار اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية إنجليش. طبعا إنجليش يونايتد كينجدم، كان نختار أو يونايتد ستيت، عادي مش مشكلة، يونايتد كينجدم أو يونايتد ستيت. لاحظ، بختار How are you؟ I am fine. And you؟ Can you speak English language? Okay. I love this
English language. Okay. لاحظوا لاحظوا قام بالكتابة. How are you? I am fine. And ممكن تعدل هذه الكلمة. And can you speak English language? Okay. I love this English language. Okay. لاحظوا. Okay. قام بالكتابة باللغة الإنجليزية. وأي نص تريده في اللغة الإنجليزية. لاحظ مرة أخرى. I want to travel of any country. Okay. لاحظوا. I want to travel of any country. Okay. أنا أريد السفر إلى أي دولة. لاحظوا. يكتب باللغة العربية ويكتب باللغة الإنجليزية. Okay. طبعا كده درسنا الخلاص لهذا اليوم. يا رب تكونوا استفدتم من هذا الموضوع القصير. إذا عجبك الفيديو لا تحرمنا من زر لايك. كذلك شير هذا الفيديو لكي يستفاد الجميع. كذلك لا تنسى من الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. كذلك لا تنسى من زيارة الأكاديمية المهندس مهيب لتقنية المعلومات. كذلك لا تحرمنا من عمل عقاب لصفحتنا على الفيسبوك ليصلك كل الأشعارات الجديدة. كل الروابط تجدها أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبك الفيديو لا تنسى لايك وكومنت تحفيزي. ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.